تحت امرك يا عادل بيه. لا يا سامي، انت مش تحت امري ولا تحت امر اي حد. انا وانت وكلنا هنا تحت امر حاجه واحده بس، مصر يا سامي. ما قلتليش تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجه. ليمون؟ ها سعد، اتنين ليمون لو سمحت ويكونوا ساقعين. شكرا. اديني جيت لحضرتك زي ما طلبت. انا ما طلبتش، حضرتك اللي محتاجه حد تتكلمي معاه وتحكي علشان القلق والشك اللي عندك ده، وانا موجود عشان اسمعك ونحاول نحل المشكله احنا الاتنين. بس قبل ما نتكلم في حاجه مهمه جدا لازم تعرفيها. جهاز المخابرات ده مهمته الاولى والاساسيه المحافظه على الوطن والمواطن من اي تهديدات خارجيه. والجهاز ده مش هيقدر يقوم باي حاجه ولا يعمل حاجه غير لما المواطنين الشرفاء اللي زيك يجوا ويقولوا على كل حاجه بمنتهى الشفافيه والوضوح، واللي اهم من ده كله من غير خوف. تحب نبتدي من فين؟ من اي حته انت عايزها. ايوه يعني من فين تحديدا؟ نبتدي زي الابجديه من الالف. من ساعه ما اتولدت يعني؟ لا مش للدرجه دي، نبتدي من ساعه ما قابلت نبيل. نبيل؟ نبيل سالم مصطفى، مش هو ده اللي رحتي له لغايه ايطاليا وكان مستنيكي في المطار هناك؟ اتفضل. اي خدمه عادل بيه؟ شكرا. ساميه، انا عارف ان الحكايه مش سهله عليكي، لكن لو عاوزاني أساعدك بجد فأنت كمان لازم تساعدينا، لازم تقولينا على كل حاجة. نبيل ملوش علاقة بأي حاجة أنا حكيتها لحضرتك. آه طبعًا أنا متأكد، بس علشان نبقى متأكدين أكتر وواثقين لازم تحكي لنا على كل حاجة، مش كده ولا إيه؟ حضرتك عايز تعرف إيه بالظبط؟ كل حاجة، من ساعة ما عرفتيه أو قابلتيه لحد ما سافرتي لروما. أنت شاكك في حاجة بخصوص نبيل؟ أنا لا، أنا مجرد صفحة بيضة أنت هتنقش عليها كل الكلام. أول مرة اتقابلنا أنا ونبيل كنا في الجامعة، كان هو في تالتة حقوق وأنا في رابعة آداب صحافة. يعني ما كنتوش في نفس الكلية؟ لا. طيب تعرفت على بعض ازاي؟